السلام عليكم ورحمة الله. طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، هنتكلم مع بعض النهاردة في الفيديو ده عن العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة، عوامل أو أسباب قيام الحضارة المصرية القديمة. دايما لما بنشوف كلمة عوامل بنقسم العوامل إلى عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية بتكون حاجة كده من خلق الله أو حاجة طبيعية الإنسان ملوش دخل فيها، أما العوامل البشرية فدايما بتكون من صنع الإنسان أو هو بيكون السبب فيها. عوامل قيام الحضارة المصرية هنقسمها لعوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية زي نهر النيل والموقع الجغرافي والمناخ والموارد المعدنية والصخور، كلها هي عوامل طبيعية من خلق الله الإنسان ملوش علاقة فيها، لا هو اللي خلق نهر النيل ولا الإنسان ليه علاقة بالموقع ولا بالمناخ ولا بالموارد المعدنية. أما العوامل البشرية فهي الوحدة اللي حققها الإنسان اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات، والجيش اللي برضو كونه الإنسان، أو تحديدا احنا بنتكلم على الحضارة المصرية القديمة اللي كونهم الملك مينا. يبقى عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة يا إما عوامل طبيعية يا إما عوامل بشرية. تعالوا نتكلم عن كل عامل منهم لوحده. هنبدأ بالعوامل الطبيعية. أول حاجة نهر النيل. نهر النيل هو شريان الحياة ومصدر الخير. نهر النيل هو شريان الحياة ومصدر الخير في مصر. الحضارة المصرية القديمة هي من أقدم الحضارات في العالم، وده بسبب وجود نهر النيل العظيم. نهر النيل هو السبب الأول في قيام الحضارة المصرية القديمة، لأن طبعا هو اللي ساعد الإنسان على الاستقرار. الإنسان ما ابتداش يبني حضارته إلا بعد ما استقر على ضفاف نهر النيل. فنهر النيل علم الإنسان الزراعة، والزراعة ابتدت تعلمه الاستقرار وبناء المساكن وتكوين الأسرة والقبيلة ثم المدن والقرى والأقاليم لحد ما ظهرت الوحدة. يبقى تاني، حضارة مصر من أقدم الحضارات بسبب وجود نهر النيل اللي كان سبب في قيام الحضارة المصرية القديمة. نهر النيل المصريين اعتبروه من ضمن المعبودات أو الآلهة بتاعتهم، وكان ليه مكانة كبيرة عندهم. كان المصري القديم بيعتز أو لنهر النيل أهمية ومكانة كبيرة عنده. فهنلاقي إن في بعض الوثائق أو المصادر إن المصري كان بيحرص في عالم الآخرة وأمام المحكمة عند الحساب أن يبرئ نفسه ويقول لم أدنس ماء نهر النيل أبدا. المصري القديم اعتقد أنه في الحياة الأخرى في الحياة الدينية بتاعته أنه هيقف قدام محكمة هتحاسبه عن أعماله في الدنيا. هو اعتقد أنه هو لما يموت هيتحاسب على أعماله في الدنيا، فمن ضمن الأعمال السيئة اللي هو هيتبرأ منها انه يقول لم ادنس ماء نهر النيل، وده دليل على مكانة نهر النيل عند المصري القديم. كان بيعتبر ان تلويث نهر النيل ده من اكبر الجرائم. كمان كانوا بيعملوا احتفال سنوي لنهر النيل. تاني عامل من العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة هو الموقع الجغرافي. موقع مصر، وده احنا خدناه في الجغرافيا، هنلاقي ان مصر بتتميز بموقع جغرافي في وسط قارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا، كما انها تطل على بحرين مهمين، البحر المتوسط والبحر الاحمر، وده ساعدها على التواصل مع البلاد المجاورة وتنشيط حركة التجارة. يبقى مكانها او موقعها المتوسط ساعدها ان هي تتواصل بسهولة مع البلاد المجاورة، وان يبقى في عملية
تجارة ما بينها وما بين الدول دي، تنشيط حركة التجارة. يبقى موقع مصر الجغرافي ووجود نهر النيل ساعدوها على قيام الحضارة المصرية القديمة. تالت عامل من العوامل الطبيعية المناخ. أنعم الله على مصر بمناخ، افتكر معايا بقى كده في الجغرافيا، مناخ مصر بيكون حار جاف في الصيف، معتدل ممطر في الشتاء، وده احنا بنقول عليه مناخ متنوع ما بين الصيف والشتاء. يبقى مناخ مصر ايه؟ متنوع. طب ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ؟ خدنا السؤال ده في الجغرافيا، تنوع المحاصيل الزراعية ووفرتها. يبقى مناخ مصر المتنوع ده من نعم ربنا عليها، لأنه ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية، فبالتالي تنوع المواد الخام اللي هو استخدمها فيما بعد في الإيه؟ في الصناعة. كذلك من العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الحضارة هي الموارد المعدنية والصخور، المعادن. مصر أرضها مليئة بالخيرات والثروات الطبيعية المتنوعة، ومن ضمنها المعادن اللي بتستخرج من باطن الأرض زي النحاس وزي القصدير والذهب والفضة والرصاص. كمان في صخور زي الرخام وزي الجرانيت. طب إيه أهمية الثروة المعدنية وأهمية المعادن اللي الإنسان استخرجها من باطن الأرض؟ ساعدته على قيام صناعات متنوعة. يبقى هو استخدم المعادن دي في الصناعات المتنوعة، زي ما كنا بنقول في العصر العصور ما قبل التاريخ، صنع أدواته من الحجارة، ثم لما اكتشف النحاس صنع منها أدواته، ثم بعد ذلك الحديد. يبقى هو ساعدته على قيام صناعات متنوعة. ده بالنسبة للعوامل الطبيعية، يبقى نهر النيل والموقع الجغرافي والمناخ والموارد المعدنية والصخور. أما العوامل البشرية فهي متمثلة في الوحدة والجيش. طب الوحدة احنا اتكلمنا عنها، قيام الوحدة والاتحاد بين الأقاليم أدى إلى نشر الأمن والطمأنينة بين الناس، وانتهت الصراعات بين القرى والمدن والأقاليم. قبل ما تتحقق الوحدة كان هناك صراع دائم ما بين الأقاليم، ولما اتحدت الأقاليم وكونت مملكة الشمال والجنوب أصبح الصراع ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، لحد ما تمت الوحدة ما بينهم وبقوا تحت سيطرة حاكم واحد، فهنا انتهت الصراعات بين القرى والمدن. وده أتاح الفرصة للاهتمام بالزراعة والصناعة، مما أدى إلى التقدم والرقي وبناء الحضارة. يبقى قيام الوحدة ساعد على بناء الحضارة المصرية القديمة. تمام؟ من خلال طبعا قلت الاهتمام بالزراعة والصناعة وانتهاء الصراعات بين القرى والمدن. تاني عامل من العوامل البشرية هو الجيش. علشان الملك مينا او المصريين القدماء يحققوا الوحدة او يحافظوا عليها، كان لازم يكون في حكومة مركزية. الحكومة المركزية دي مهمتها خدمة الشعب وتنظيمه. طب مين اللي هيساعد الحكومة المركزية او مين اللي هينفذ اللي هي هتطبقه؟ جيش قوي. وجود جيش قوي ساعد على حماية البلاد والدفاع عنها ضد أي معتدي. الجيش هو صمام الأمان للحفاظ على وحدة البلاد وحمايتها. يبقى من العوامل البشرية الوحدة والإيه؟ والجيش. يبقى أنا عندي هنا عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة، يا إما طبيعية زي نهر النيل والموقع الجغرافي والموارد المعدنية والصخور والمناخ المتنوع. أما العوامل البشرية فهي الوحدة والجيش. الحضارة المصرية القديمة من أقدم وأعرق الحضارات في العالم.